أعلنت صحيفة بيلد الألمانية وفقا للمعلومات الواردة من مفوضية الاتحاد الأوروبي أن جهاز اليوروبول ووكالة مكافحة الفساد التابعة للاتحاد الأوروبي يقوم بالتحقيق فيما يسمى بقضية اللقاحات الوهمية. وأضافت الصحيفة أنه في الأسابيع القليلة الماضية عرضت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا بحجم يزيد عن 400 مليون وحدة بقيمة 3 مليارات يورو، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت الجرعات موجودة بالفعل أم أن العلب فارغة وتم محاكاة كميات التسليم.